الذئاب يا عزيزي المشاهد بتعتبر اخطر فصائل الكلبيات في العالم الحالي، وده راجع للحواس والجماعيه وقوه الفك اللي بيتميز بيها الذئب. ومن حوالي 10,000 سنه كان في فصيله اكبر من الذئاب الرماديه الحاليه، وهي الذئاب الرهيبه او الداير وولف. الفصيله دي كانت برضو بتعتبر من الكلبيات. يعني بص بالمختصر، الذئب الرهيب هو نسخه طبق الاصل من الذئب الحالي، لكن حجمه كان اكبر شويه وفكه كان اقوى. الذئب الرمادي هو جنس مفترس من الكلبيات، كل غذائه بيعتمد على اللحم وبيحتاج كميات كبيره منه علشان يشبع. بس برضه لو الدنيا اتأزمت معاه ومفيش اكل، ممكن يقعد فتره بدون اكل وهيفضل بصحه جيده، يعني عنده قوه تحمل كبيره. ده غير انه دايما بيصطاد في مجموعات بتتراوح من 4 إلى 7 أفراد، وبيستهدف الفرائس الاكبر منه في الحجم، وبالتعاون مع المجموعه بيصطادوها بسهوله. بس ايه الفرق بينه وبين الذئب الرهيب؟ الذئب الرهيب كان بيتمتع بحجم اكبر منه وصغير سنه من السيميلادون، ده غير انه كان بيمتلك اسنان اكثر قوه وحده من الذئب الرمادي، لان الفرائس ساعتها كانت اقوى من الغزلان اللي بيصطادها الذئب الرمادي. بس من ناحيه التعاون والذكاء في الصيد، الذئب الرهيب ملوش دراسات واضحه، بس لو افترضنا ان الذئب الرمادي هيتفوق في الذكاء والتعاون، هيكون اجمالي المواجهه برضه في صالح الذئب الرهيب، لانه بيتفوق في قوه العضلات وصلابه الاسنان والحجم. وممكن حد يسال، هو مش الذئب الرمادي اصلا كان ذئب رهيب بس شكله اتحور؟ الاجابه هتكون لا، لان على الرغم من الاتنين شبه بعض جدا في الشكل وبرضه في الهيكل العظمي، لكن لما حللوا الدي ان ايه من الحفريات بتاعه الذئب الرهيب لقوها مختلفه عن الذئب الرمادي، فشكله ما اتحورش ولا حاجه. الصوره اللي قدامك دي يا عزيزي المشاهد بتوضح الفرق في الحجم ما بين الذئب الرمادي والذئب الرهيب. طبعا واضح ان في فرق، بس الفرق مش كبير للدرجه دي، لان في ناس كتير متخيله ان طالما هو كان منقرض يبقى هو ضخم، لكن هو في الحقيقه الفرق مش كبير، لان لو اتكلمنا في حجم الذئب الرمادي الحالي بنلاقي ان الوزن بيتراوح في رينج كبير حبتين، يعني من 25 ل 60 كيلو. واللي مخلي رينج الحجم كبير هو فرق الجنس، لان الذكر بيختلف عن الانثى، لكن بقى نقطه الارتفاع ما لهوش جدل كبير، دوبها من 70 ل 80 سم. لكن لو جينا لحجم الداير وولف او الذئب الرهيب، بنلاقي ان الوزن ممكن يصل ل 75 كيلو، واكبر ذئب رهيب اكتشف كان ليه حفريه في فلوريدا، تقديرات الوزن بتاعته كانت حوالي 90 كيلو، بس ده كان اكبر فرد، لكن طبعا المتوسط بيبقى اصغر من كده شويه. من ناحيه ارتفاع الذئب الرهيب، فهو من الارض لحد الكتف بيصل لتقريبا متر، ده في المتوسط، لكنه يقبل الزياده 120 سم او ممكن يقل ل 80 سم. بس ما ننساش ان ده من الارض لحد الكتف، ففي المجمل تقريبا الذئب الرهيب قد الذئب الرمادي في الحجم مره وربع. بس غير ان الذئب الرهيب حجمه اكبر من الذئب الحالي، ده كمان بيتفوق في قوه العضه بشكل ملحوظ، لان قوه الفك ممكن تصل ل 450 باوند لكل انش مربع، ودي تعتبر كويسه، لأن لو قارناها بقوة فك الأسد اللي هي 650 بنلاقيها قريبة شوية، على عكس السيميلادون اللي قوة الفك بتاعته بتصل لتلت فك الأسد، يعني حوالي 230 باوند.